بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده مكملين مع بعض باقي الاندوكراين جلاندز، وهنتعرف النهارده بالاخص على الادرينال جلاندز اللي هي الغده القزريه. اول حاجه في الادرينال جلاند هنتعرف على البوزيشن اوف ادرينال جلاند، مكان الادرينال جلاند فين في جسمنا. الادرينال جلاند يا شباب بتبقى موجوده اون ذا توب اوف ذا كيدني، موجوده فوق الكليتين زي ما حضراتكم شايفين كده. دي الكيدني الليفت كيدني ودي الرايت كيدني. في موجود اون ذا توب اوف ذا كيدني، موجود اعلى الكيدني في موجود مين؟ الادرينال جلاند. فعندنا تو ادرينال جلاند، ليفت ادرينال جلاند ورايت ادرينال جلاند، تمام. وبما ان الادرينال جلاند موجوده اعلى الكليتين فبنسميها اسم تاني او تعرف باسم اخر، بيسموها اسم السوبرانيلان جلاندس. السوبرانيلان جلاندس، رينال يعني كلوي، سوبرا يعني فوق فوقي او اعلى، ايه فبنسميها الغده فوق كلويه او الغده ايه القزريه، تمام. وزي ما حضراتكم شايفين هي بتبقى لونها اصفر وسموث، دي الادرينال جلاندس، تمام. والشكل بتاعها بيبقى مثلث الشكل، وبالتالي بنسميها ايه تريانجولار شيب جلاندس. واتفقنا ان هي موجوده اون ذا توب اوف ذا بوست كيدني. وتكمل بقى اهميه الادرينال جلاند في الهرمونز اللي بتعمل لها سكريشن. ليه الهرمونز اللي بتعمل لها برودكشن او سكريشن ليها دور مهم جدا في عمليه الريجوليشن للميتابوليزم والاميون سيستم، وكمان البلاد بريشر، وكمان البلاد بريشر اللي هو ضغط الدم، وطبعا ريسبونس لمين؟ للستريس سيتويشن وايه الامرجنسي ايه كونديشن. طيب تعالوا كده نتعرف اكتر على الاستراكشر اوف ادرينال جلاند. الغده القزريه او السوبرا رينال جلاند بتتكون معانا من انر لاير، ايه طبقه داخليه، وتعرف باسم الادرينال مدلة اللي هي منطقه النخاع. وكمان بيبقى في اوتر لاير اللي هي الادرينال كورتكس اللي هي قشره الغده القزريه، وبيعمل لهم كفرنج فروم اوتسايد اللي هو مين الكبسول. تبقى كده عندنا الانر لاير ادرينال مدله النخاع، والادرينال كورتكس اللي هي القشره، والكبسول موجوده ايه بتعمل لهم تغليف كده من الخارج. تعالوا نتعرف على الاستراكشر اكتر من خلال ان احنا ناخد قطاع عرضي في الادرينال جلاند. تي اس ان ذا ادرينال جلاند ترانسفير، تي اس اختصار ترانسفير سيكشن، قطاع عرضي في الغده القزريه للرابت، ماشي. احنا اتفقنا ان الادرينال جلاند بتتكون من الانر لاير اللي هي المظله، والاوتر لاير اللي هي الكورتكس، واللي بيعمل لهم تغليف ايه اللي هي مين الكبسول. اول جزء معانا منطقه الكبسول بيتكون من ايه زي ما حضراتكم شايفين كده، فايبروس كونكتيف تيشو وبلاد فيزل، بيكون من كده من نوع من نسيج الدم، وبلاد فيزل اللي هي اوعيه دمويه. نيجي بقى لمنطقه الكورتكس، وده يعتبر يعني اهم جزء في الادرينال جلاند. منطقه الكورتكس بتنقسم الى 3 بارتس. ذا فيرست وان بتعرف باسم زونا جلاميرولوزا، وسكند زونا فاسيوليتا، والثيرد زونا ريتيكولاريس. نيجي بقى لاول بارت من الكورتكس، الزونا جلاميرولوزا دي ايه شكل الخلايا، بتكون من مجموعه من الخلايا المترصه كده جنب بعضها، والخلايا دي بتبقى كلونر سيل، وكمان بتحتوي على نيوكلاي. وزي ما حضراتكم ملاحظين ان السايز اوف نيوكلاي از لارج، حجم النيوكلاي حجم كبير، تمام. الزونا جلاميرولوزا دي تكمن اهميتها بان هي بتفرز هرمون اسمه الالدستيرون، تمام. اما الكورتكس او الزونا فاسيوليتا، الزونا فاسيوليتا دي بتبقى الخلايا بتحتوي على الكوليسترول، وكمان الليبيد بارتيكلز في المنطقة دي بتفرز هرمون مهم جدا اسمه مين؟ اسمه الكورتيزول، تمام. طيب وكمان المنطقة الكورتكس دي بتحتوي على ايه؟ بتحتوي على بلود كابيلاريز وسنسوسايد، بتحتوي على شعيرات ايه دمويه، ماشي. اما ثالث بارت معانا في الكورتكس اللي هو الزونا ريتيكولاريز، وده بيفرز هرمون نهايه بتعرف باسم الاندروجينز او ايه السكس هرمونز. طيب ده
طيب احنا كده شباب عندنا منطقة الكورتكس منقسمة ايه لثلاثة بارتس. الزونة جلاميرولوزا دي بتفرز الالتسترون، الزونة فاسيوليتا بتفرز الكورتيزول، الزونة ريتيكولاريس بتفرز الاندروجينز اور سكس هرمونز. الانر لير اوف ادرينال جلاند وتعرف باسم المظلة، ودي بتتكون بتحتوي على وريد مركزي سنترال فين، وكمان بتحتوي على ايه نسيج ضم شبكي وهو ايه الريتيكولار كونكتيف تيشو، وبيبقى فيها برضو ايه بعض الساينوسويدز والبلاط كابيلاريز. اوكي طيب عايزين نقول حاجه كمان، تعالوا نتعرف ايه على الادرينال جلاند هرمونز. احنا من خلال التي اس في الادرينال جلاند قلنا ان هي بتفرز ايه، بتفرز هرمونات، وعرفنا ان كل منطقه من الكورتكس بتفرز هرمون معين. اول حاجه معانا الالتسترون او بيسميه اسم اخر اللي هو مينرال كورتيكويدز او الهرمونات المعدنيه. تاني نقطة بيتفرز من الزونة ايه جلاميرولوزا. طيب قلنا رقم اتنين الكورتيزول بيتفرز من منطقة ايه الزونة فاسيوليتا، والكورتيزول بيعرف باسم اخر بالجلوكوكورتيكويدز. اما الثيرد هرمونز من الكورتكس من ادرينال كورتكس ويعرف باسم الاندروجينز اللي هي السكس هرمونز. ماشي تعالوا نتعرف اكتر على الادرينال كورتكس هرمون. اول هرمون معانا اللي هو مين، اللي هو الالتسترون. عاوزين نتفق يا شباب مع بعض على ان الادرينال جلاند الهرمونز اللي بتعمل لها عمليه برودكشن او سيكريشن التايب بتاعها او الستراكشر بتاعها هي استرويد ايه دهني. ماشي فكده الادرينال جلاند دي الهرمونات اللي بتفرزها ايه بتعرف باسم استرويد هرمونز. ليه فاكرين كده في منطقه الزونة فاسيوليتا قلنا المنطقه دي بتحتوي على ايه، بتحتوي على كوليسترول وبتحتوي على ليبن. تمام طيب الالدسترون ده فايدته ايه او الامبورتنس اوف الالدسترون. هرمون الالدسترون او بيسموه الهرمون المعدني ده بيعمل على اعاده امتصاص الصوديوم، وبيساعد الجسم التخلص من البوتاسيوم ايه عن طريق البول. طيب ولما بيعمل الالدسترون مانجمنت او اعاده امتصاص الصوديوم في الدم، فده كده بيعمل ايه، بيعمل ريجوليشن لعمليه للبلاد بريشر، بيعمل عمليه تنظيم للبلاد بريشر، وبالتالي تفضل جسمنا محافظ على الهوموستيزيس الحاله الطبيعيه للجسم والمعدل الضغط الطبيعي لجسم الانسان. واللي بيساعد في ده هو مين، هو الالدسترون. تمام تاني هرمون معانا اللي هو مين، هو الكورتيزول او بيسميه اسم اخر اللي هو ستريس هرمون. ايه الهرمون كده اللي بيتفرز لما الانسان بيتحط تحت ستريس. ماشي الكورتيزول ده مهم جدا، بيعمل ليه ميني فانكشن او ديفرنت فانكشن. ماشي يا شباب الديفرنت فانكشن اللي بيقوم بيها الكورتيزول بيعمل ايه، بيحصل عمليه انكريز للجلوكوز في البلاد سيركيوليشن، بيعمل على زياده وجود السكر في الدم. وعلشان كده الكورتيزول ده بيسموه اسم اخر اللي هي الهرمونات السكريه، هرمون السكري. ليه؟ لان هو بيزود معدل وجود الجلوكوز في البلاد. ازاي بقى بيزود الكورتيزول؟ زي الكورتيزول بيزود وجود او معدل وجود ايه الجلوكوز في البلاد سيركيوليشن عن طريق ان هو بيعمل ايه، بيزود الكربوهيدرات، بيشتغل عليها بيزود معدل الحصول على الجلوكوز سواء من الكربوهيدرات او من البروتينز او من الفات. هو كاتابوليك هرمون الكورتيزول، كاتابوليك هرمون يعني بايه، بيكسر الكربوهيدرات والبروتين والفات. ليه؟ علشان يحصل منهم على ايه انرجي سورس، مصادر للطاقه. تمام طيب عمليه الكورتيزول ده يا شباب، عمليه الافراز او البرودكشن بتاع الكورتيزول بتتغير. الكورتيزول بيتفرز صباحا وبيتفرز مساء. الليفل بتاعه بيكون عالي في فتره الصباح وفي فتره المساء. فتره الصباح طبعا الناس بتبقى صاحيه الصبح، بتبقى عنده اللي عنده شغل، عنده مهام هيعملها في يومه، ده كده بالنسبه للجسم ده ستريس، وبالتالي الجسم بيعمل ريسبونس وبيعمل رد فعل ان هو يفرز مين، يفرز هرمون الكورتيزول. ليه؟ علشان يوفر الجلوكوز ويوفر ايه سورس اوف انرجي. تمام وطبعا الكورتيزول ده بيساعد الجسم ان هو يعمل ايه مانجمنت ايه للستريس،
والكورتيزون ده بيعمل للاسف لو زاد ده بيعمل سبريس للايه للاميون سيستم للجهاز المناعي. طيب تالت تايب من الهرمونز اللي بتتفرز عن طريق الادرينال كورتكس وهي الاندروجينز. الاندروجينز او تعرف باسم اخر هي السكس هرمونز، الهرمونات الجنسيه. الهرمونات الجنسيه ان احنا متفقين ان الهرمونات الجنسيه او السكس هرمونز دي بتتفرز من مين؟ من المناسل، من الجونادز. سواء في الميل بيتفرز هرمون التستوستيرون من مين؟ الخصيتين. او في حاله الفيميل بيتفرز هرمونات الانوثه اللي هو الاستروجين من مين؟ من الاوفاريز المبيض. تمام. طيب ولكن برضو بيتفرز السكس هرمون في كميات قليله من الغده القضريه، وبتساعد في ظهور الصفات الانثويه والصفات الذكوريه في مرحله البلوغ. تمام. تبقى احنا كده عندنا الاندروجينز بيضم مين؟ بيضم الميل هرمونز اللي هو التستوستيرون، وبيضم الفيميل سكس هرمون اللي هو الاستروجين. اوكي. طيب في حاله الميل الاندروجينز دي بتبقى الدور بتاعها ايه؟ الدور بتاعها زي ما احنا لسه قايلين ان هي بتساعد في ظهور الصفات الجسديه الذكوريه. زي ايه؟ زي ايه؟ خشونه الصوت دي فويس، ايه ظهور الشعرة في الوجه وفي الجسد عند الذكور، وبيدي برضو ايه الشكل العضلي المعروف للذكر. تمام. طيب في حالة الفيميل الاندروجينز دي بيبقى ايه الدور بتاعها؟ الدور بتاعها يا شباب ان هي بتحمل على ظهور الصفات الجسدية الانثوية. زي ايه؟ زي عملية الجروث اوف بريستس اللي هي ايه نمو الثدي. تمام. طيب نيجي بقى للادرينال مدلة. الادرينال مضلة، الادرينال مضلة دي اللي احنا قلنا عليها ان هي عبارة عن الانر لير اوف ايه ادرينال جلاند، الطبقة الداخلية للادرينال جلاند اللي هي منطقة النخاع. منطقة النخاع دي يا شباب بتفرز هرمونز، الهرمونز دي عفوا منطقة النخاع دي بتفرز هرمونز، الهرمونز دي بتعرف باسم ايه؟ الكاتيكولامينز. الكاتيكولامينز دي يعرفوا باسم ايه؟ الابنفرين والنور ابنفرين اللي هو ايه؟ الادرينالين والنور ادرينالين، او بنسميهم اسم تاني الابنفرين والنور ابنفرين. والهرمونات دي بتتفرز لما الجسم بيتعرض لموقف امرجنسي، شاف خطر، شاف ستريس اتعرض ليه. تمام. فبيبدا يحصل ايه؟ بيتفرز الهرمونات دي وبيبقى ليها ايه اكشن واضح في الجسم عن طريق السمباثيك والباراسمباثيك نيرفس سيستم والاكشن بتاعهم على الجسم. طيب بعد كده عندنا تعالوا نتعرف اكتر، هناخد هرمون الكورتيزول وقلنا ونتكلم عليه اكتر شويه. هرمون الكورتيزول ده يا شباب قلنا هو بيتفرز من منطقه الادرينال كورتكس. طيب ايه اللي بيحدث بقى او بيحصل له عمليه كنترول ازاي؟ عمليه السكريشن او البرودكشن للكورتيزول بيحصل لها كنترول ازاي في جسمنا؟ لما الجسم بيتعرض لستريس سيتويشن ده بيبقى ستيمولس لمين؟ بتبقى من اكتر عن الكورتيزول. الكورتيزول ده يا شباب بيتفرز لما الجسم بيتعرض لعمليه ستريس سيتويشن. لما الجسم يتعرض للستريس ده بيبقى ستيمولس بيحفز كده لمنطقه الهايبو ثالاموس ان هي تفرز هرمون اسمه السي ار اتش او كورتيكوتروفيك ريليزنج هرمون. الهرمون السي ار اتش يروح للانتيريور بيتيوتري ويعمل اكشن عليها ويبقى ستيمولس ليها ان هي تطلع هرمون بيعرف باسم الاي سي تي اتش او ادرينوكورتيكويد هرمون. الاي سي تي اتش ادرينوكورتيكويد هرمون ده بيروح يشتغل على الادرينال كورتكس من اسم كده ادرينوكورتيكويد هرمون. الادرينوكورتيكويد بيشتغل على الادرينال كورتكس ويقول للادرينال كورتكس اعملي عمليه سكريشن او برودكشن لمين؟ للكورتيزول. عمليه وجود الكورتيزول في السيركيوليشن خلاص بقى بيخرج في الدم،
الهرمون ده بيبقى ايه وجوده في السيركيليشن ده بيعمل خلاص نيجاتيف فيدباك لمين؟ نيجاتيف فيدباك للانتيريور بيتيوتري، خلاص يقول الانتيريور بيتيوتري انا عندي كميه كافيه من الكورتيزول موجود في الدم، وبالتالي وقفي افراز الاي سي تي اتش لان هو اللي بيحفز مين؟ الادرينال كورتكس علشان تطلع الكورتيزول. طيب وبيعمل كمان ايه؟ بيعمل نيجاتيف فيدباك للهايبوثالاموس، يقول لها يا هايبوثالاموس وقفي السي ار اتش، وبالتالي كده وجود الكورتيزول بيعمل نيجاتيف فيدباك للانتيريور بيتيوتري عشان تعمل توقف للاسي تي اتش، وبيعمل نيجاتيف فيدباك لمين؟ للسي ار للهايبوثالاموس عشان توقف افراز السي ار اتش، وبالتالي يحصل ايه؟ ويبقى فيه هوموستيزس ويك وكميه الكورتيزول ما زادتش عن حدها. طيب احنا دلوقتي لو هرمون الكورتيزول ده موجود بكميه كبيره، لو حصل كده تيومر في الادرينال كورتكس ده ايه اللي متوقع يحدث؟ لو حصل حصل ورم كده في منطقه الادرينال جلان، الورم معناه حجم الخلايا زاد، عدد الخلايا زاد، وبالتالي عمليه السكريشن للكورتيزول هتزيد. فلما يحصل زياده في الكورتيزول ايه اللي متوقع يحدث بقى؟ لو حصل زياده في الكورتيزول، لو حصل معانا زياده في الكورتيزول يا شباب هيظهر ايه؟ لو حصل زياده في الكورتيزول هيحصل عمليه تكسير اكتر للفات اللي في جسمنا، ماشي؟ فبالتالي معدل اللايبولايسس تكسير الفات وتكسير البروتينز وتكسير الكربوهيدرات هيبقى بمعدل عالي، تمام؟ لان احنا قلنا الكورتيزول هو هرمون كاتابولي. طيب ايه اللي بيحدث بقى في المريض لو الاعراض اللي بتظهر عليه لما الهرمون الكورتيزول بيزيد؟ لما هرمون الكورتيزول بيزيد قلنا ان الفاتس هتزيد في جسم المريض ده، ولكن الفاتس لما بتزيد يا شباب وبتتوزع في جسم المريض ده بشكل عشوائي، فتلاقي بعض الفاتس مش بعض الفات ده فاتس كتيره اتجمعت في منطقه الهام، تمام؟ في منطقه الكتف كده، المنطقه دي بيحصل فيها تجمع للفات بس، وبالتالي بيظهر على المريض ده شكل كده، سوري في اللفظ، شكل الجاموسه. فبيبقى عنده كده منطقه العنق ومنطقه المنطقه دي بيسموها البافلو هام، ليه؟ من كتر تجمع ايه الفات في المنطقه دي. لكن الانسان النورمال ما بيبقى عنده تجمع للفات في المنطقه دي. طيب وبيظهر ايه كمان لما هرمون الكورتيزول بيزيد؟ معدل تجمع الصوديوم والميه بيكتر في مين؟ في منطقه الابدومن. فبيحصل ايه؟ بيحصل انتفاخ في المنطقه دي. لما يحصل انتفاخ في المنطقه دي، تمام، بيظهر ايه؟ بيظهر عليها بيحصل حاجه اسمها ابدومينال اكستنشن، ابدومينال ايه؟ البطن كده حصل لها استرتش، بدات ايه تنتفخ، ويحصل لها استرتش من كتر ايه الميه اللي محبوسه في الجسم المريض ده، تمام؟ طيب وجود برضو زياده من هرمون الكورتيزول بيعمل ايه؟ بيعمل على ان الكولاجين بيحصل له عمليه تكسير. فلما الكولاجين اللي هو بيحافظ على شكل الجلد بيحصل يعمل تماسك كده للجلد مع بعضه، تمام، فبيحصل ايه؟ بيحصل خلاص بيحصل ان الجلد بيحصل له تشققات، تمام، لان الكورتيزول عالي الكولاجين بيتكسر، وبالتالي بيظهر على المريض اعراض تعرف باسم الابدومينال ستريتش مارك. بيظهر ايه؟ ستريتش ماركس كده، دي نتيجه تكسير ايه؟ نتيجة حاجتين، نتيجة تجمع المية والسولتس في جسم المريض، فبالتالي بيحصل للبطن عملية استريتشنج واكستنشن، وبرضه بيحصل نتيجة تكسير الكولاجين. فالنتيجة النهائية معاك بيكون ايه؟ ابدومينال استريتش ماركس، تمام. وكمان بيظهر كده ايه؟ علامات حمراء في جسم المريض بتعرف باسم كولر ديستروي، استروي يعني ايه؟ على لون احمر باللاتيني. وفكده ايه من ضمن السيمبتومز او المانيفستيشن اللي هي الاعراض او الحاجات اللي بتظهر على المريض والمريض نتيجه زياده هرمون الكورتيزول، فزي ايه؟ زي الابدومينال ستريتش ماركس والبافلو هام والكلر ديستروي، وكمان حاجه كده اذا قلت الوجه منطقه الفيس بيحصل فيها تجمع للفاتس والجسم
الوجه بتاع المريض ده بيفضل الدهون تتراكم فيه لدرجة انه بيعرف باسم المونفيس. نعرف باسم ايه؟ المونفيس. طيب كل الاعراض دي يا شباب بتكون لنا حالة مرضية. المريض ده او المرض ده بيعرف باسم كوشنج ديزيز او كوشنج سيندروم. ماشي يا شباب، الكوشنج ديزيز او كوشنج سيندروم ده بيحدث نتيجة ايه؟ خلل في الادرينال كورتكس. ماشي، حصل ورم في الادرينال كورتكس، وبالتالي زياده ايه بتاعها، يحصل عمليه زياده في الهرمون سيكريشن للكورتيزول، وبالتالي بيظهر على المريض اللي قلنا ايه، اللي هي البافلوهام والاستريتش ماركس والكالور ديسترويد والمونفيس. والحاله المرضيه دي تعرف باسم الكاشنج سيندروم او الكاشنج ديزيز. عن طيب احنا كده عرفنا الحاله المرضيه في حاله او الديزيز اللي هي اسمه ايه واعراضه، ده في حاله زياده هرمون الكورتيزول. طيب لو هرمون الكورتيزول قل يا شباب، لو هرمون الكورتيزول قل، ايه الحاله المرضيه اللي بتظهر معانا؟ الحاله المرضيه اللي بتظهر معانا في حاله نقص افراز هرمون الكورتيزول، وكمان نقص هرمون الالدوستيرون. الحاله المرضيه دي يا شباب تعرف باسم الادسون ديزيز. تمام، حاله ايه؟ الادسون ديزيز. طيب الادسون ديزيز ده يا شباب صفاته او اعراضه ايه؟ اعراضه زي ما انتم شايفين كده، طالما الكورتيزون قل هيحدث ايه؟ هيحدث نقص في الانرجي سورس، هيحدث نقص في مصدر الطاقه. طيب بعدين هيحدث ايه معايا؟ هيحصل مصل ويكنس، هيحصل ايه؟ المصلز مش رايح لها، لا جلوكوز لا فاتي اسيد ولا امينو اسيد. تمام، طيب وهيحصل ويك لوس، وهيحصل الريتابيليتي والمود، طبعا هيحصل فيه مشكله، والنتيجه في النهايه هيحصل فتيك. وبيظهر بقى حاجه مميزه اكتر في الديزيز سيمبتومز من الاعراض الخاصه بمرض الديزيز الناتج عن نقص الكورتيزول وكمان نقص الالدوسترون مع بعض، بيظهر حاجه اسمها هاير بيجمنتيشن او داركنيد سكين. يعني ايه؟ يعني بنلاقي كده ان لون الجلد بتاع المريض حصل له ايه؟ اغمائي كده شويه. ليه اغمائي يا شباب؟ تعالوا نفهم مع بعض كده من خلال الاكسس ده، من خلال المحور ده. الاي سي تي اتش يا شباب او الادرينوكورتيكوتروفيك هرمون، الاي سي تي اتش ده ليه اكشن كده شبه اكشن هرمون الام سي اتش اللي هو الميلانوسايت ستيمولاتنج هرمون، اللي هو الهرمون المسؤول ان هو بيدي للجلد اللون الطبيعي بتاعه. فالاي سي تي اتش ده لو زاد ايه اللي هيحدث؟ هتلاقوا اللون بتاع البيجمنت، اللون بتاع الجلد ولون البشره هزيد. ليه؟ احنا قلنا الاي سي تي اتش دي اكشن شبه ليه كده، اكشن شبه مين؟ شبه الام سي اتش، عشان كده بيسموه الاي سي تي اتش ادرينو كورتيكويد هرمون، لايك مين؟ لايك الام اس اتش اللي هو الميلانوسايت ستيمولاتنج هرمون. تمام، طيب في حاله بقى ان الكورتيزول قل، لما الكورتيزول بيقل دي ستيمولس لمين؟ للانتيريور بيتيوتري، ان هي بيقول للانتيريور بيتيوتري طلعي او اعملي افراز كتير للاي سي تي اتش. وقلنا لما الاي سي تي اتش هيطلع كتير بكميات كبيره، فبالتالي هتلاقي اللون بتاع الجلد بدا يحصل فيه تراكم للبيجمنتيشن، ويحصل ايه داركننج للسكن. تمام، والحاله المرضيه دي تعرف باسم ادسون ديزيز. تبقى كده حاله الداركنينج اوف سكن، الحاله المرضيه دي بتعرف باسم ايه؟ ادسون ديزيز. طب الادسون ديزيز ده ناتج عن نقص التو ليتل سكريشن من الكورتيزول والالدوسترون مع بعض. تمام، وقلنا من ضمن السيمبتومز بيحصل ايه؟ مصر ويكنس. بس اكتر حاجه مميزه للادسون ديزيز اللي هو ايه؟ هايبر بيجمنتيشن والداركنينج اوف سكن. تمام، وقلنا في حاله الزياده من الكورتيزول بيظهر معانا مرض اسمه الكوشنج سيندروم، والكوشنج سيندروم ده اكتر سيمبتومز مميزه فيه اللي هو المونفيز والبافلوهام والكالر ديستراي والابدومينال استريتش ماركس. وبكده نكون وصلنا لنهايه السكشن بتاعنا. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله.